الناس تنظر إليكم على أنكم أنتم يعني تكادون تسرقون هذا الأمر، وسامحني على اللفظ. تمام. يعني أنا لو دخلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي تجد هذه العبارات وأكثر. لكن أحيانا ممكن يحصل سوء تفاهم، أو مثلا قد يشاهد المرء مسألة يظنها على عكس، يعني على عكس واقعها. كل هاي الأعمال اللي عم بتتم في موضوع المساحات الخضراء ما كلها مستثمرة، ولا كلها عبارة عن عملية تأجير أو استثمار. لا، الهدف نحن الحفاظ على هذا الحزام الأخضر. فكان هناك بعض اللغط أنه الحديقة، بعض التخوفات من بعض الأهالي في الحي، هل يا ترى أصبح الدخول للحديقة مأجور؟ الحديقة بحاجة لعناية في الأشجار، بحاجة لسقاية، بحاجة لحراسة، بحاجة لنظافة.